الله يمسيكم بالخير جميعا. الله يمسيك بالنور. كلنا نعرف المبادرة اللي قدمها ولدنا كنان، ولد صالح عبد الرحمن، الله يرحم أبوه يغفر له. الولد قدم لي ملف، الحي محتاج بعض الأمور وخاصة المرضى. قدم لي ملف في ناس مرضى يحتاجون عمليات، والعمليات ذي مكلفة وما عندهم استطاعة. فإحنا نأهل وكلنا في حي واحد، كل إنسان اللي يقدر مبلغ يقدمه حسب ظروفه. المبلغ ذا بنجمعه وبندخله في حساب المستشفى. أي إنسان عندنا في الحي محتاج عملية فحوصات ولا عنده إمكانية، من المبلغ ذا يصحوا له العملية.